تفاعل عدد من المغاربة مع لاعب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة محمد حموني بعد ظهوره في لقطة وهو يبكي أثناء تسديد ركلات الترجيح بين المنتخب الوطني ومنتخب مالي، وتساءل الكثيرون عن من يكون ذلك الشبل الذي فاضت عيناه حبا للوطن. ولم يكن اللاعب غير محمد حموني أحد أبناء الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، والذي اختار بلد والدته المغرب رغم حمله للجنسية الفرنسية، فوالده ينحدر من جزيرة غوادالوب التابعة للنفوذ الفرنسي. وبدأت مسيرة محمد حموني الكروية مع النادي الفرنسي، وتدرج في الفئات العمرية، ويلعب اليوم ضمن فريق لوهافر الفرنسي لأقل من 19 سنة.